ينضم الينا من لندن مهند الهشبول الخبير النفطي والباحث في شؤون الطاقه. استاذ مهند اهلا بك وشكرا على وجودك. اولا كيف تقيم الاجتماع اليوم امس اجتماع اوبك بلس والتاثير الذي نشاهده الان على النفط، يعني تراجع 2%، هل تعتقد ان السوق في النهايه يعني ما يهمها في الموضوع ان اوبك لا زالت تسيطر على الاوضاع في السوق النفطيه حتى ولو كانت هناك زياده في الانتاج ستؤثر مؤقتا على مستويات الاسعار؟ مرحبا محمد، تحية طيبة لك وللسيدات والسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الحج. الاتفاق كان ممتاز، كان جيد. أنا كنت متوقع يعني في السابق أنه سوف يصلون إلى نوع من الكومبرومايز والحل، وهذا ما حصل. تفاعل الأسواق أراه طبيعي في البداية، أول ما أثناء يعني سريان الاستماع وظهور النتائج والاتفاقيات، قلت طيب اوكي خلاص تم الاتفاق على زيادة الانتاج 400 ألف شهر برميل شهريا، هذا واحد. اثنين، تم رفع خط الاساسي بعض الدول مجموعها تقريبا 1.6 مليون، هذه ايضا اضافه للاسواق. فتوقعت انه في البدايه سوف يكون تفاعل مع هذه الاخبار بمعنى هبوط الاسعار، ولكن اتوقع خلال فتره وجيزه لن تكون بالطويله جدا سوف الان نعود الى انه اساسيات السوق تتحكم مره اخرى بالاسعار وليس الماركت سنتمنت والمعنويات. فتوقع هذا التذبذب في البدايه والتفاعل، ولكن لاحقا مع ظهور الأرقام، أرقام المخزونات النفطية، تقارير الأمريكية الأسبوعية، وأيضا تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وظهور انخفاض في المخزونات وارتفاع الطلب، سوف يتم التفاعل وعودتنا إلى الارتفاع مرة أخرى حتى يحصل هذاك التوازن والبالانس بين ما تضخه أوبك بشكل تدريجي وبين عودة الطلب وانخفاض المخزونات. فهي لعبة عمل توازن ومحاولة إيجاد التوازن للأسواق. طيب هذا التوازن اليوم يعني من ناحية الطلب، يعني كانت التوقعات إيجابية فيما يتعلق بالطلب الفترة الماضية وأن ربما نحن سنشهد مرحلة من تزايد الطلب الفترة القادمة، لكن على ما يبدو أن العالم اليوم ينظر للأمور بمنظور مختلف. متحور دلتا يثير القلق، لو لاحظت اليوم كل الأصول مرتفعة، المخاطر متراجعة بشكل واضح، هناك إقبال على الملاذات الآمنة تحديدا الدولار الأمريكي، هذا كله ليس في صالح النفط. هل تعتقد أنه التأثير قد يطول يعني قبل أن نعرف أين ستتجه الأمور فيما يتعلق بدلتا، إذا ما كانت دول رئيسية ستقوم بإغلاقات أم لا؟ فعلا ما يحصل حاليا مع ما متحور دلتا والتطورات الأخيرة، أرقام الإصابات ارتفعت بشكل كبير في بريطانيا وبعض الدول، رأينا ما حصل في اليابان من بعض القيود، أيضا حتى يعني إمارة أبوظبي وضعت بعض القيود في أوقات معينة، واعتقد هذا ما تم اخذه في الحسبان، ولذلك تم القرار اللي هو وضع انه الزياده تكون تدريجيه بالنسبه لتكلم على اتفاق اوبك، وايضا تمديد مده الاتفاق، وايضا قرار مهم ايضا كان من ضمن البيان الختامي امس، وهو اعلان استمرار انعقاد الاجتماع بشكل شهري. هذه كلها تعطيك انطباع انه اوبك تضع هذا في الحسبان وتضع تغيرات الاسواق من متحور دلتا، من اوضاع الاسواق، الاغلاقات، التذبذبات في موضوع الطلب العالمي، فهذا يعطيهم الآن نوع من المرونة أنه يتعاملون مع هذه المتغيرات، حتى المتغيرات الأخرى مثلا عودة نفط إيراني، تحسن النفط الفنزويلي، وأيضا الإضافات التي قد تأتي من خارج دول خارج أوبك، كل هذه يتم سهل يكون على أوبك التعامل معها في ظل ما يقومون به الآن في العودة التدريجية المشروطة بظروف السوق، بمعنى قد يقرروا أنه والله لن يقوم بإضافة 400 ألف مدة معينة، وحصل هذا في بداية العام عندما كان مقرر إضافة نصف مليون من يناير إلى أبريل، وفي الأخير أضافوا فقط في يناير واستمروا 3 أشهر دون أي زيادة، فهذا يعطيهم مرونة للتعامل مع هذه الظروف المتغيرة بشكل جيد. طيب بناء على ذلك الأسعار، يعني هل يمكن أن نقول أنها ستبقى في نطاق، يعني هل التراجعات الحالية يمكن أن تصل إلى حاجز $65 مثلا للبرميل بالنسبة لبرنت، أم أن الأمر لن يعد كونه حركة عرضية مثلا؟ والله طبعا أنت عارف يا محمد موضوع التنبؤات بالأسعار هذه لعبة خطيرة يعني الواحد، ولكن يعني بالنظر لما رأيناه الفترة الماضية حتى مع التذبذبات، يعني دائما نوصل وصلنا كم 77 78 دولار، بعدين انخفض 63 62، نرجع 64 65، فاعتقد ارقام 67 75 والى اخره 73، فنزولنا الى مستويات الستينات في الوضع الراهن مع
البيانات التي تشير ان ارقام المخزونات في انخفاض بشكل كبير جدا، والطلب يتحسن بشكل كبير، وايضا تقييد المعروض بشكل جيد من قبل تحالف اوبك بلس، ارى صعوبه ان نصل الى 65 الا سمح الله وقدر ان هناك تحصل انخفاض شديد جدا في الطلب، اي بمعنى تطورات كبيره فيما يخص مثلا متحور دلتا ومزيد من الاغلاقات. ولكن يعني نرى الولايات المتحده الامريكيه لا يوجد اي هناك حتى اي نوع من العلامات عن وجود اغلاقات او تخوف فتره صحيح. قادمه، حتى اوروبا مع هناك حذر، ولكن لسه يعني ما لم نرى هناك التفاعل الشديد مع متحور دلتا فيما يخص اغلاقات، عدا ما راينا في اليابان وهي رابع اكبر مستهلك، وبعض عرفت اللي منتبهين لما يحصل حاليا، الكل واعي ويعي ما يحصل، ولكن ارى الامور تمشي بشكل جيد. انا اشكرك استاذ مهند الهشبول الكبير النفطي والباحث في شؤون الطاقه، شكرا لك على هذا تحليلك.